السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في شرح درس جديد وهو إبداعات مصرية، بين قوسين كده الكتابة والأدب. الإنسان المصري القديم كان محظوظ بموقع مصر المتميز ومناخ المعتدل ونهر النيل. كل العوامل دي بسميها عوامل طبيعية بتتمتع بها مصر. دي العوامل الطبيعية اللي ساعدت الإنسان المصري القديم إن يكشف عن طاقته الإبداعية في كافة المجالات، سواء كانت ثقافية أو فكرية. لو هنتكلم على أول إبداع هو طبعا الكتابة. الكتابة سنقول ليها أربع أنواع. الإنسان المصري القديم عرف أربع أنواع من الكتابة. أولهم الكتابة الهيروغليفية وكلنا سمعنا عنها وعرفناها، وفي تاني نوع هو الكتابة الهيراتقية، والتالتة الكتابة الديموتقية، والرابعة الكتابة القبطية. الكتابة الهيروتقية والديموتقية الاتنين بيمتهوا بنفس النهايات علشان تكون سهلة في التمييز. خلينا نبدأ بأول نوع من الكتابة وهي الهيروغليفية. الهيروغليفية كانت عبارة عن رموز وإشارات، سواء كان هتكون على شكل إنسان أو صورة نبات أو صورة حيوان أو حتى طير. فكانت بالنسبة لهم الكتابة الهيروغليفية هي عبارة عن رموز وإشارات بتمثل ما في الطبيعة من إنسان ونبات وحيوان وطيور. طب الإنسان المصري استخدم الكتابة الهيروغليفية دي أو الرموز دي في إيه؟ كان بيكتب الرموز والإشارات دي على جدران المعابد والمقابر. طيب هيروغليفية كانوا بيقصدوا بيها إيه؟ أو كانت معناها إيه؟ هي في الأصل كلمة يونانية معناها الخط المقدس. طب ويا ترى ايه سبب تسميتها بالخط المقدس؟ زي ما تفسر سميت الهيروغليفية بالخط المقدس ده لانها كانت بتستخدم في النقش على جدران المعابد والمقابر لتسجيل النصوص الدينية. والكتابة الهيروغليفية كانت بتتكتب يا اما من اعلى الى اسفل او من اليمين الى اليسار. بالنسبة لأهمية الهيروغليفية للدولة الفرعونية فكانت بتمثل الخط الرسمي للدولة. الكتابة الهيروغليفية هي ايه؟ هي رموز واشارات. الرموز والاشارات دي سواء كانت كل انسان نبات حيوان طيور، والانسان المصري استخدمها في النقش على الجدران معابد والمقابر علشان يسجلوا النصوص الدينية، وكانوا بيسموها بالخط المقدس، وكانت بتكتب من اعلى الى اسفل او من اليمين الى اليسار، وكانت بالنسبة لهم هي الخط الرسمي للدولة. كده احنا خلصنا الكتابة الهيروغليفية. تعال نتعرف على النوع الثاني من الكتابة وهي الكتابة الهيروتقية. الكتابة الهيروتقية كانوا بيسموها بالخط أو بخط رجال الدين. بخط رجال الدين، طيب ليه؟ لأن الكهنة هم اللي استخدموها في الكتابة بس على أوراق البردي. طيب كتابة الهيروتقية كانوا بيستخدموها في إيه؟ كانوا بيستخدموها في كتابة على أوراق البردي، بس مين اللي كان بيكتب بالنوع ده من الكتابة؟ الكهنة، وعلشان كده سموها الكتابة الهيروتقية يعني بخط رجال الدين. بما تفسر تعرف الكتابة الهيروتقية بخط رجال الدين ده لإيه؟ لأن الكهنة استخدموها في الكتابة على أوراق البردي. نوع من الكتابة هي الديموتقية، وطبعا احنا عرفنا او عرفونا ان الكتابة الديموتقية هي كتابة الخط الشعبي، لان المصريون القدماء استخدموها في جميع العامة، يعني الحياة العامة الطبيعية اللي ما بين عامة الشعب كانوا بيستخدموا الخط ده او النوع ده من الكتابة اللي هي الديموتقية، وكانوا بيسموها الخط الشعبي. فهنا سؤالي بما تفسر تعرف الكتابة الديموتقية بالخط الشعبي ده لان المصريون القدماء استخدموها في جميع نواحي الحياة العامة. اخر نوع من انواع الكتابة وهي الكتابة القبطية، وبيتمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الكتابة في اللغة المصرية القديمة كلها، وطبعا هي مأخوذة من الكتابة لها على طول وهي كتابة الديموتقية. أدوات الكتابة، الإنسان المصري القديم أكيد كان بيستخدم أدوات علشان يكتب الأنواع دي من الكتابة أو بيسجل بيها نصوصه أو كل تعاملاته. استخدم المصري القديم ورق مصنوع من النبات البردي، وكمان أقلام مصنوعة من البوص، وكان بيعرف نوعين أو لونين، هو اللون الحبر الأسود أو الأحمر.